السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا علي، أنا من تل الزعتة، صارنا 7 سنين طافشين، نعاني برد وطعام، لا عنا لا طعام ولا شيء، قسما بالله صوبات ما عنا ولا عنا شيء. طيب نزحنا صارنا 7 سنوات، أنا مطلعت من جريتي عمري 3 سنين مدري 4 سنين، قسما بالله لا طعام لا شراب، حطب ما عنا حطب ما عنا، طعام ما عنا، ساكنين بخيم جسير علينا شان الثلج وبرد وهواء، يعني والله شرد أقولك ما يعرفان. الجيش جرف بيوتنا، جبت تركسات قام يجرفها، ولا عنا لا شيء، كنا بأرضنا مكيفين ومرتاحين، أتمنى أن نرجع على ضاعتنا ونسكن بلوعة تراب، بس ما بدنا شيء.